مرحبا بكم سيداتي سادتي مدام موسيو. اليوم كنتوجدوا في فرانكفورت، معنا واحد الفنان واحد الارتيست ماروكان اللي مشهور بزاف وعزيز بزاف على المغاربه، سي نوتر ارتيست ابراهيم، ولا كي كتعرفوا نتوما بالاسم ديالو المشهور نقطه. مرحبا بك على نادور بريس. اهلا وسهلا وشكرا الاستضافه، وكان نحيي الجاليه المغربيه اللي كاينه في فرانكفورت. فعلا انا ما حسيتش راسي انني غريب وسط فرانكفورت وسط المان، ما حسيتش بالمغاربه اللي كاينين، بالهوسبيتاليتي اللي تقدموا لنا وبالحفاوه اللي استقبلونا والاستقبال الجميل اللي استقبلونا به. فهذا يعني هان علينا، او ديك المتاعب ديال السفر كتهون. يا ريت نبقاو مع هاد الناس، فهاد الناس يعني هما العماد ديالنا، وهما هما اللي كيعطيونا واحد السند كبير جدا باش نبقاو مستمرين. ويا ريت تبقى هذه العلاقه مستمره ما بين المغاربه وما بين المغاربه الجاليه، حيت بلا مغاربه اللي كاينين كيقطنوا في الخارج ما كاينينش المغاربه الاخرين، حيت هادو كيكملوا بعضياتهم الخارج ولا في الداخل، كنكونوا كمغاربه واحدين. والحمد لله مني عندنا مغاربه، انا ما حسيتش راسي بالغربه. انا اللي كاين في فرانكفورت دابا كغادي وغادي مع المغاربه والحمد لله، كي فرانكفورت كي الدار البيضاء كي الرباط. شكرا، ميرسي بوكو. كنتمنى ترجع عندنا شي مره اخرى. كتبغي ترجع عندنا شي مره اخرى فرانكفورت اكيد او لا؟ ان شاء الله، لانني لقيت اطباء ولقيت فنانه ولقيت كذلك ناس خدامين في اوتيلات، لقيت مغاربه خدامين بخير، كانني حاس راسي في بلادي. ولو هي فرانكفورت فهي بلادي، وانا فين ما مشى الفنان بلاده، لان ما عندوش حدود الفن. والحمد لله اللي لقينا هاد الناس بخير وعلى خير، وكنتمنى هاد العلاقه تطول ويبقى هاد الوصال الحميمي ما بين مغاربه الداخل ومغاربه الخارج، لا شيء يفرقهما، والله الموفق والسلام عليكم. شكرا، ميرسي انفينيمو. شكرا مشاهدينا نادور بريس على المشاهده ديالكم، وكنتمنى نلتقوا بكم مع شي لقاء اخر مع شي فنان اخر ماروكان. شكرا، ميرسي بوكو.